وسهلا فيكم أصدقائي، عم نطل عليكم أنا وريمبو ببداية أسبوع جديد، تحديات جديدة ومفاجآت جديدة، وأكيد مثل ما بخبركم دائما كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تكثفوا اتصالاتكم وتشاركوني كل إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. رح خبركم أصدقائي إنه هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن كمبيوتر ماك برو، لهيك كتير مهم إنكم تفكروا كتير منيح. إذا ما كنتوا عارفين الإجابات تقدروا تسألوا الموجودين معكم أو تسألوا جوجل. رح نشوف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول إحدى النباتات الطبية العطرية الذي يعتبر من أغلى التوابل في العالم، ويدخل في تحضير الطعام نظراً لرائحته الزكية ومذاقه الخاص، ويتم استخراجه من تجفيف زهرة صغيرة مليئة بشعيرات صغيرة ناعمة وطرية ذات لون أحمر داكن على أطرافه شيء من البياض. ما هو النبات الذي يعتبر من أغلى التوابل في العالم؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول إحدى النباتات الطبية العطرية الذي يعتبر من أغلى التوابل في العالم، ويدخل في تحضير الطعام نظراً لرائحته الزكية ومذاقه الخاص، ويتم استخراجه من تجفيف زهرة صغيرة مليئة بشعيرات صغيرة ناعمة وطرية ذات لون أحمر داكن على أطرافه شيء من البياض. ما هو النبات الذي يعتبر من أغلى التوابل في العالم؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ معك مصطفى. أهلا وسهلا مصطفى، كيفك؟ الحمد لله تمام، شو أخبارك؟ تمام. مصطفى تعرفني عن حالك، قد عمرك ومن وين عم تحكينا؟ 17 سنة من الفجيرة. أهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني قدرت تعرف الجواب؟ الزعفران. أكيد صح؟ إيه. شكرا لك مصطفى، إذا أكيد لتعرف إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكمل معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. يا ترى يا أصدقائي مين غير مصطفى رح يعرف الجواب؟ الجواب مصطفى كان الزعفران، يمكن صح ويمكن خطأ، أنتوا لسه معكم شوية وقت لحتى تفكروا كتير منيح وتحاولوا وتكثفوا اتصالاتكم وتشاركونا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. أكيد أنا وريمبو عم نستناكم كلكم، الشلة حليمة وفاطمة ندى ومين كمان حمزة وفرح ولينا ورناد وريتاج. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو نونو، سلامات. أهلا أهلا، كيفك حليمة؟ سلامات حبيبتي، الله يسلمك، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني كيف كان الويكند؟ الحمد لله كتير حلو. الحمد لله كتير منيح. خبريني صديقتي قدرتي تعرفي شو الجواب؟ الزعفران. أكيد صح؟ من مصطفى ولا انت بتعرفيها؟ استخرج من اسبانيا. اوكي طيب تمام. فاطمه رح تشارك؟ ايه يلا تمام. ألو؟ اهلا اهلا فاطمه، كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله احسن. سلامات حبيبتي، الله يسلمك. خبريني عرفتي الجواب؟ ايه الزعفران. اوكي اكيد صح؟ ايه مليون اكيد. شكرا لكم حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. كمان حليمه وفاطمه قالوا انه الجواب الزعفران. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو الو الو، مرحبا، مين معي؟ افنان. اهلا وسهلا افنان، كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله على السلامه. انا تمام الله يسلمك، شكرا لك. خبريني صديقتي كيف كان الويكند، حلو ولا مليتي؟ مليت شوي لاني انا ما بحكيش معاكم. اوكي طيب افنان، عرفتي شو الجواب؟ شو؟ الزعفران. اكيد اكيد. مين كمان رح يشارك؟ بيان. يلا تمام بيان، خذي بيان. الو الو، اهلا اهلا، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ بس اول اشي رح احكي شغله. شو؟ الحمد لله على سلامة يا نواف. حبيبتي الله يسلمك، وشكرا كتير 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 لكم. أنا هلأ أصلا صرت أحسن، صرت صحتي كتير منيحة بعد ما سمعت صوتكم. شكرا لك حبيبتي. خبريني شو الجواب؟ زعفران. شكرا بيان. ليان رح تشارك؟ شو؟ لا
اوكي شكرا لكم افنان وبيان، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه، واكيد شكرا لكل اللي شاركونا لحد هلا، لحد هلا كل الاجابات كانت الزعفران، ان شاء الله تكون صحيحه. انتم كمان اصدقائي فكروا كثير منيح وشاركوني، خبروني اذا اجاباتكم رح تكون مثل اجابات مصطفى وحليمه وفاطمه وافنان وبيان، ولا عندكم اجابات جديده. اكيد حاولوا فكروا، وانا وريمبو رح نحاول قد ما نقدر نساعدكم. اذا ما كنتوا كثير متاكدين من الجواب تقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم وكمان من جوجل. يا ترى في اتصال او لا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي. رح ارجع اكرر عليكم، اللون البرتقالي كان بيقول احد النباتات الطبيه العطريه الذي يعتبر من اغلى التوابل في العالم، يدخل في تحضير الطعام نظرا لرائحته الزكيه ومذاقه الخاص، ويتم استخراجه من تجفيف زهره صغيره مليئه بشعيرات صغيره ناعمه وطريه ذات لون احمر داكن على اطرافه شيء من البياض. ما هو النبات الذي يعتبر من اغلى التوابل في العالم؟ وساعدتنا حليمة وعطتنا معلومة وقالت انه يتم استخراج هذا النبات من اسبانيا. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو الو، مرحبا، مين معي؟ حمدان. اهلا وسهلا فيك صديقي، اول مرة بتحكينا ولا مو حكينا من زمان؟ هي اول مرة. اوكي حمدان، لكان عرفني عن حالك، من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ شو؟ من وين عم تحكينا؟ من أي إمارة؟ دبي. أهلا وسهلا فيك، أوكي شكلك ما بدك تقلي قد عمرك؟ عمري 13 سنة. العمر كله يا رب، العمر كله حمدان، خبرني شو الجواب؟ كزبرة. شو الجواب؟ كزبرة. كزبرة؟ اوكي مبدئيا انتهى الوقت، شكرا لك حمدان، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه، يعني كان كل الاجابات نفس الشيء لجواب حمدان. انتهى الوقت للاسف اصدقائي، سؤالنا كان بيقول ما هو النبات الذي يعتبر من اغلى التوابل في العالم؟ واكيد الجواب الزعفران، اكيد مو الكزبره. الف مبروك لكل اللي شاركونا وكانت اجاباتكم صحيحه اصدقائي. ريمبو لسه مخبي معلومه، لهيك لازم نقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول من الشعراء الجاهليين العرب الذين ذاع صيتهم، وهو من شعراء المعلقات المشهورة، ولقد لقب بالعديد من الألقاب التي منها ذو القروح، حندج، والملك الضليل. من إحدى معلقاته المعروفة قفا نبك. من هو الشاعر الجاهلي الذي اشتهر بمعلقته قفا نبك؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول من الشعراء الجاهليين العرب الذين ذاع صيتهم، وهو من شعراء المعلقات المشهورة، ولقد لقب بالعديد من الألقاب التي منها ذو القروح، حندج، والملك الضليل. من إحدى معلقاته المعروفة قفا نبك. من هو الشاعر الجاهلي الذي اشتهر بمعلقته قفا نبك؟ فكروا كثير منيح اصدقائي، هي ثاني مره ريمبو بخبركم هذه هي المعلومه، لهيك حاولوا تذكروا شوي شو الجواب. رح ناخذ اول اتصال ونقول الو. الو. ايوه مين معي؟ معك مصطفى. اهلا وسهلا فيك من جديد مصطفى، خبرني شو الجواب. اكيد صح. اكيد. شكرا لك مصطفى. مين لسه غير مصطفى رح يعرف اسم هالشاعر الجاهلي ويخبرني اذا لحاله قدر يوصل للجواب، او في حدا ساعدكم اصدقائي سواء كان من الاهل او جوجل؟ وبكل الاحوال ريمبو رح يكون كثير سعيد لمجرد وصولكم للجواب الصحيح، لانه الهدف من ريمبو انكم تعرفوا هي المعلومات وتتذكروها وتضلكم دائما 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 حافظينها، لانه معلومات كثير حلوه وكثير حلو نكون عارفين شو اسم هالشاعر. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو. يا اهلا وسهلا، خبريني حليمه شو الجواب؟ امرأة القيس. حدا ساعدك؟ من مصطفى. اوكي شكرا لمصطفى لك. طيب حليمه، فاطمه رح تشارك؟ ايه. اوكي. الو. اهلا فاطمه، خبريني شو الجواب؟ امرأة القيس. اكيد صح. شكرا لكم حليمة وفاطمة. معروف يعني مو من مصطفى، ولا قصدك الشاعر معروف؟ اوكي للاسف انقطع الخط، انا عارفه فاطمة شكله قصده انه اسم الشاعر هذا معروف، اكيد طبعا من اشهر الشعراء. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. اهلا اهلا، مين معي؟ عليا. اهلا وسهلا فيكي، كيفك اليوم؟ الحمد لله عودا حميدا يا نوار حبيبتي، شكرا كثير لك. خبريني قدرتي تعرفي شو الجواب؟
الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك حبيبة قلبي، تسلمي لي. أنا كثير مبسوطة فيك. مو سمعت صوتكم، أكيد أكيد صرت كثير أحسن. شكرا لكم جميعا حبيبة قلبي. خبريني عليا، عرفتي شو الجواب؟ هي نعم. شو؟ امرأة القيد. شكرا لك يا صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. وعن جد شكرا كثير 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 لكل الأصدقاء اللي تحملوا لي بالسلامة. أنا عن جد صرت كثير أحسن لمجرد إني رجعت لكم وسمعت صوتكم من جديد. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا أفنان. صح. أوكي، خبريني شو الجواب؟ امرأة القيد. طيب في حدا ساعدك؟ جوجل. شكرا لجوجل لك. انا شكرا لك افنان. بيان رح تشارك؟ يلا تمام. هاي بيان. الو. ايوه بيان، خبريني شو الجواب؟ امرأة القيس. طب انت سامعه باسم هذا الشعر من قبل ولا هي اول مره بتسمعي فيه؟ هو كان على كتبنا. اوكي طيب بيان، لازم تقراي عنه كثير لانه شعر كثير 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 حلو شعره وكثير معروف. شكرا لكم صديقاتي افنان وبيان، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. يا ترى في معنا اتصال ولا لا يا اصدقائي؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو. مرحبا، مين معي؟ مين معي؟ لميا. اهلا وسهلا فيكي لميا، منين عم تحكينا؟ لميا من وين عم تحكينا يا صديقتي؟ من عمان. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا اللي بيتواصلوا معنا من عمان. طيب لميا، عرفتي شو الجواب؟ ايوه. شو؟ امرأة القيس. شكرا لك لميا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدري تكوني نجمه الاسبوع ومن بين الرابحين معنا. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا كثير منيح اصدقائي، رح ارجع كرر عليكم شويه معلومات كان مخبيها اللون الازرق. بتقول: من الشعراء الجاهليين العرب الذين ذاع صيتهم وهو من شعراء المعلقات المشهوره، لقب بالعديد من الالقاب منها ذو القروح وحندج وملك الضليل، ومن احدى معلقاته المعروفه قفا نبكي. من هو الشاعر الجاهلي الذي اشتهر بمعلقته قفا نبكي؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم. اسم هذا الشاعر أكيد مرق علينا كلنا. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو ألو نوار. سارة. صح. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. كيفك؟ أنا الحمد لله تمام، اشتقت لكم كتير كتير كتير. نحن بعد فقدناك حبيبة قلبي. خبريني سارة، عرفتي شو الجواب؟ الأمر القيس. أكيد؟ أكيد. طيب مين كمان رح يشارك؟ عذيبة. تمام. أهلا وسهلا عذيبة. أهلا، كيفك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خبريني صديقتي شو الجواب؟ الأمر القيس. شكرا لك عذيبة. لا. مين كمان؟ ألو. سيف. إيه. كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني سلام. شو الجواب؟ بسرعة سيف رح يخلص الوقت. أمر القيس. شكرا لك صديقي، للأسف ما رح أقدر أخذ كل إجابات الشلة، انتهى الوقت أصدقائي. وسؤالنا كان بيقول: من هو الشاعر الجاهلي الذي اشتهر بمعلقته قفا نبكي؟ وأكيد الجواب أمر القيس. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. وريمبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكثفوا اتصالاتكم وتجاوبوني على كل الأسئلة لحتى تزيد فرصتكم وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. رح نعرف ريمبو شو مخبري كمان لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول: آلة إلكترونية مكتبية تستخدم في إجراء العمليات الحسابية، وتعد الاختراع الأكبر لعائلة الحواسيب، وتستخدم في جميع المجالات اليومية، وتوجد في عدة أشكال، وموجودة أيضاً في كل الهواتف النقالة. ما اسم الآلة الإلكترونية التي تستخدم لإجراء العمليات الحسابية؟ سؤال كتير سهل. نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلاً أهلاً حليمة، خبريني عرفتي الجواب؟ مين ما بيعرفه؟ ما بعرف يعني، بلكي حدا نسي هيك. خبريني شو؟ آلة حاسبة. أوكي، أنت شاطرة بالرياضيات ولا بتعتمدي كتير على الآلة الحاسبة؟
أنا غبية بالرياضيات. الحمد لله في حدا مثلي. أوكي منيح أنا وياك متفقين. طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه يلا تمام. ألو أهلا فاطمة، خبريني شو الجواب؟ الآلة الحاسبة. وشاطرة بالرياضيات ولا لا؟ إيه أكيد. أوكي طيب تمام منيح، شكرا لكم حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. اتصال جديد بنقول ألو. ألو مصطفى. صح أهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني شو الجواب؟ الآلة الحاسبة. شكرا لك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. حليمه وفاطمه ومصطفى جاوبونا وكانت الاجابات الاله الحاسبه، ان شاء الله تكون الاجابات صحيحه. اتصال جديد ونقول الو. الو 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 افنان اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الاله الحاسبه. طيب نفس السؤال، شاطره بالرياضيات ولا تعتمدي على الاله الحاسبه كثير؟ شو بقى تحكي عني حماره؟ حاشاكي. اوكي خلص تعتمدي على الآلة الحاسبة يعني صح؟ يعني اوكي منيح. طيب بيان رح تشارك؟ اه اوكي بيان. لا بيان بيان خبريني شو الجواب؟ الآلة الحاسبة. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة. هلا ما بعرف يمكن لو حاولنا شوي نشيل الآلة الحاسبة من ايامنا يمكن او من روتين حياتنا اليومي ما نعتمد عليها كثير رح نكتشف انه نحن شاطرين بالرياضيات، بس نحن للاسف عم نعتمد كثير على الآلة الحاسبة، فمشان هيك ما عم نعطي مخنا فرصة لحتى هو يفكر. اتصال جديد وبنقول الو. الو عليا اهلا وسهلا. اهلين خبريني شو الجواب؟ آلة حاسبة. طيب عليا بتعتبري حالك شاطرة بالرياضيات ولا من جماعة اللي بيعتمدوا على الآلة الحاسبة؟ والله الرياضيات يعني عقدتي بالنسبة حقي يعني ما وايد أحبها. على فكرة أنا كنت مفكرة حالي أنا لحالي هيك، طلع في كثير ناس. أوكي شكرا يعني لك عليا. أحب العربي، أنا أحب العربي. سلام وأنا كمان كثير بحب العربي. شكرا لك يا صديقتي، نحن هيك جماعة الأدبي كلنا بنحب العربي وبنحب المواد اللي فيها حفظ كثير أكثر من الرياضيات. مين لسه ممكن يشارك من الأصدقاء ويخبرنا شو الجواب؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو مين؟ رناد سالم. رناد أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، عم ترقدي؟ لا. أوكي خبريني شو الجواب؟ آلة حاسبة. أكيد أكيد. حدا ساعدك؟ لا. أوكي شو خبريني؟ الحمد لله على السلامة حبيبتي. الله يسلمك، شكرا لك رناد. ريتاج رح تشارك؟ ألو ريتاج رح تشارك؟ ألو مين معي؟ ريتاج سالم. أيوة صديقتي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني ريتاج شو الجواب؟ آلة حاسبة. شكرا لكم رناد وريتاج، ان شاء الله تكون الاجابات صحيحه. لحد هلا كل اللي جاوبونا كانت اجاباتهم الاله الحاسبه. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو ساره. امنه. امنه امنه اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، يا مطول الغيبات يا بالغنايم. ما جبت شيء. خبريني امنه. حبيبتي الله يسلمك، خبريني يا صديق تعرفتي الجواب؟ هي الآلة حاسبة. اوكي حدا ساعدك؟ آمنة لسارة. اوكي طيب مين كمان رح يشارك؟ الو مين معي؟ آمنة سارة. آمنة ولا سارة؟ قرروا. اوكي سارة خبريني شو الجواب؟ الآلة الحاسبة. تمام في حدا رح يشارك؟ شنو السامة؟ يلا بس بسرعة رح يخلص الوقت. مين معي؟ موزخ. خبريني صديقتي شو الجواب؟ آلة حاسبة. اوكي يلا مين كمان؟ يلا 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 اصدقائي. الو سيف. الو مين معي؟ سيف. خبرني بسرعه شو الجواب؟ آلة حاسبة. الو ايوه عذيبه. خبريني شو الجواب؟ الآلة الحاسبة. اوكي خلص الآلة الحاسبة. اوكي للأسف يا أصدقائي يمكن باقي كم حدا بس من الشلة ما لحقت أخذ إجاباتكم، للأسف انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم الآلة الإلكترونية التي تستخدم لإجراء العمليات الحسابية، وأكيد الجواب الآلة الحاسبة. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو.
ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو حجر كريم صلب أزرق، أزرق اللون، ويميل أيضاً إلى الأزرق المخضر. تزداد جودته بزيادة رطوبته، وهو أكثر الأحجار الكريمة انتشاراً في صياغة الحلي بسبب ثمنه الأقل كلفة. يتشكل من الأبخرة الصاعدة من النحاس، وأول من استخدمهم هم المصريون القدماء، وهو حجر البهجة والتفاؤل ورد العين الحاسدة. ما هو الحجر الكريم الذي يستخدموه لرد العين الحاسدة؟ فكروا كثير منيح أصدقائي. رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة مصطفى، خبرني شو الجواب. حجر البيروز. أكيد أكيد. شكرا إنك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا أصدقائي. مصطفى بيقول إنه الجواب حجر الفيروز، يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف. فكروا كثير منيح واسألوا الموجودين معكم، وكمان اسألوا جوجل شو اسم الحجر الكريم اللي يستخدم لرد العين الحاسدة. رح نأخذ اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا صديقتي، خبريني شو الجواب. الفيروز. الفيروز أكيد؟ إيه. شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك. إيه. ألو. أيوة أيوة فاطمة، خبريني شو الجواب. الفيروز. أكيد أكيد. شكرا لكم حليمة وفاطمة. مين كمان من الأصدقاء؟ يلا يا أصدقائي فكروا كتير منيح، مين لسه من الأصدقاء رح يعرف شو الجواب، ما هو الحجر الكريم الذي يستخدم لرد العين الحاسدة. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أيوة عليا، أهلا وسهلا فيكي. أهلين. خبريني صديقتي شو جوابك. حجر الفيروز. أكيد صح. أكيد. شكرا لك عليا. مين كمان من الأصدقاء لسه رح يعرف الجواب، فكروا كتير منيح أصدقائي وخبروني شو اسم هذا الحجر. خبروني كمان إذا بتحبوا لهذا الحجر أو لا، إذا عندكم إياه أو لا. رح نأخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مين معي؟ رناد سالم. أهلا وسهلا رناد، خبريني شو جوابك. حجر الفيروز. أكيد أكيد. حدا ساعدك؟ لا. أوكي. ريتاج رح تشارك؟ إيه. تمام. ألو. أهلا أهلا، خبريني ريتاج شو الجواب. حجر الفيروز. أكيد أكيد. شكرا لكم رناد وريتاج، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة وتكونوا نجوم الأسبوع. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. ألو مين معي؟ لميا. أهلا وسهلا فيكي لميا من جديد، خبريني شو جوابك. الحجر حجر الفيروز. أكيد. أيوة. شكرا لك لميا، ان شاء الله تكوني نجمة الاسبوع وتتواجدي معنا هون بالاستوديو وتشاركينا بالسحب القادم. يا ترى مين من الاصدقاء رح يشاركنا اكثر شيء ويكثف اتصالاته ويكون عنده فرصة ليدخل معنا السحب نهار الخميس؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. 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 لا. افنان. صح. نعم. خبريني افنان شو الجواب. الفيروز. حدا ساعدك؟ آه. ماما ولا حدا من المشاركين الأصدقاء؟ لا أصدقاء المشاركين. لا. مين؟ جوجل. أوكي شكرا لجوجل. طيب كمان حدا مرة سألني ذكرته. نعم كمان في سؤال سألونا إياه بالمدرسة. أوكي هذا السؤال سألوكم إياه بالمدرسة؟ تمام لازم تضلك متذكرتي مشان تجاوبي عليه. أوكي أوكي أوكي. بيان رح تشارك؟ يلا تمام. ألو. أيوة بيان، خبريني شو جوابك. حجر الفيروز. أكيد مليون أكيد. مليون شكرا لك يا صديقتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يستغلوا الوقت وبسرعة بسرعة يروحوا لعند سماعة التليفون يتصلوا فينا ويخبرونا شو اسم هذا الحجر الكريم اللي يستخدم لرد العين والحسد، العين الحاسدة. فكروا كتير منيح أصدقائي، كل الأصدقاء اللي شاركونا لحد هلأ كانت إجاباتهم الفيروز. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا مين معي؟ ريماس. ريماس؟ صح. ريماس انت شاركتينا من قبل ولا هي اول مره؟ لا. شو لا شاركتينا؟ لا. اوكي اهلا وسهلا فيكي صديقتي، خبريني من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ افكار. اوكي قد عمرك؟ 4. العمر كله ريماس. طيب خبريني شو الجواب.
حجر الفيروز. شكرا لك ريماس. اكيد يا صديقتي لتعرفي اذا جوابك صح او خطا لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال، وانا وريمبو بنتمنى تكوني صديقتنا الدائمه وتشاركينا بشكل دائم. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. اهلا اهلا ساره، خبريني شو الجواب؟ الفيروز. اكيد اكيد. مساعده ولا بدون؟ بدون. اوكي، مين راح يشارك؟ الو. موزة، خبريني شو الجواب؟ ريول. شكرا. ألو. صديقتي عذيبة صح؟ أيوة. حجر فيروز. أوكي مين كمان؟ آمنة. يلا بسرعة بسرعة. ألو آمنة، خبريني شو؟ الفيروز. شكرا لكم أصدقائي، قدرت أخذ إجاباتكم على نهاية الوقت، لازم الشلة تكونوا أول المشاركين لأقدر أخذ إجابات الكل. سؤالنا أصدقائي كان بيقول ما هو الحجر الكريم الذي يستخدموه لرد العين الحاسدة؟ والجواب أكيد صح، حجر الفيروز. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، وريمبو لسه مخبي معلومة بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. لازم أخبركم فكروا كتير منيح وتكثفوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة لا تشاركوني السحب، وأنا بتمنى الكل يفوز والكل يكون موجود معي وشوف ممكنكم بالاستوديو. رح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق وقال لي إنه مخبي معلومة كتير سهلة رح خبركم إياها. هي مركبة تعتمد على الحركة البشرية وتعمل من خلال دفع الدواسات المتمركزة أمام العجلات الخلفية عن طريق استعمال الساقين. تحتوي على عجلتين متصلتين بالهيكل الخارجي للمركبة، حيث تعتبر من إحدى أجهزة المواصلات المستعملة منذ القدم. ماذا تسمى المركبة التي تعمل من خلال دفع الدواسات؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 أصدقائي ألو. أوكي يا ترى في اتصال؟ أوكي رح أرجع أكرر عليكم المعلومة بين ما تتصلوا فينا. هي مركبة تعتمد على الحركة البشرية وتعمل من خلال دفع الدواسات المتمركزة أمام العجلات الخلفية عن طريق استعمال الساقين. تحتوي على عجلتين متصلتين بالهيكل الخارجي للمركبة، حيث تعتبر من إحدى أجهزة المواصلات المستعملة منذ القدم. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة مصطفى، أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا. خبرني شو الجواب؟ الدراجة الهوائية. أكيد صح؟ صح. شكرا لك مصطفى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اصدقائي مصطفى بقولكم انه الجواب الدراجه الهوائيه. نحن ما بنعرف، فكروا كثير منيح وكتبوا اتصالاتكم، خبروني اذا بتعرفوا تسوقوا الدراجه الهوائيه او لا. فكروا كثير منيح وكتفوا اتصالاتكم يا اصدقائي. يا ترى مين الاصدقاء ممكن يشاركونا كمان غير مصطفى؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو. اهلا اهلا حليمه، خبريني شو جواب؟ بايسيكل. اوكي بتعرفي تسوقي ولا لا؟ بتعرفي تسوقي ولا لا؟ ايه مرة سقت وبعدين طحت. وقعتي؟ ايه وقعت. بده كتير تدريب، لازم تتعودي عليه مشان ما توقعي. اوكي طيب فاطمة رح تشارك؟ ايه يلا. جود نايت. جود نايت فاطمة. الو. اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ دراجة هوائية. كمان انت وقعتي ولا انت بتعرفي تسوقي الدراجة؟ لا ما بعرف. اوكي حق الاولاد لازم. حق الاولاد، لا حتى البنات كمان. انا عرفت كثير حلو بس. اوكي شكرا لكم حليمة وفاطمة، لازم اخبركم انه حتى كمان للبنات الدراجة الهوائية كثير حلوة. باي. وحتى رياضة كثير حلوة، بتغيروا جو وبتعملوا رياضة وبتتسلوا وبتنبسطوا. اتصال جديد ونقول الو. الو. مين؟ أفنان. أفنان أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ بدل ما أحكي جواب عادي أحكي شغلة. أوكي قالكم ليش ليان ما شاركت؟ ليش ليان ما شاركت؟ لأنها هسه نايمة. أوكي صح النوم، يعني هلأ فاقت؟ لا. أوكي أوكي مو مشكلة، بس تفيق ليان أو أنت فيقيها قبل البرنامج بشوي لتصحصح وتشارك. خبريني أفنان شو الجواب؟ بايسيكل. تعرفي تسوق البايسكل ولا لا؟ شوية بعدين بوقع. أوكي هو بده شوية تدريب. طيب يا صديقتي بيان رح تشارك؟ شو؟ ألو أهلاً.
خبريني بيان شو الجواب؟ بايسيكل. انت كمان بتوقعي؟ لا انا بقدر اركب عليه باربع عجلات. برافو عليكي. اوكي منيح، بعدين بتشيلي عجلتين بتصير تركبي بعجلتين. الله. شكرا لك بيان، واكيد شكرا لافنان. ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه يا صديقاتي، وتقدر تكونوا نجوم الاسبوع. ومن بين الرابحين يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا يخبرونا شو اسم هالمركبه التي تعمل من خلال دفع دواسات، ويخبرونا كمان اذا بيعرف يسوقوها او لا. اتصال جديد ونقول الو. الو. اهلا عليا، خبريني صديقتي قدرتي تعرفي الجواب؟ هي نعم. شو؟ الدراجة الهوائية. اكيد صح؟ اكيد. شكرا لك عليا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. اصدقائي لازم اخبركم انه في بلدان كثير بتعتمد اعتماد كلي وبشكل كثير كبير على الدراجات الهوائية، تقريبا اغلب السكان بسوق الدراجات الهوائية. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. رناد صح؟ هي. اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الدراجة الهوائية. بتعرفي تسوقيها ولا لا؟ هي. اكيد اكيد. شاطرة شاطرة يعني؟ الحين راح تشارك. اوكي طيب. ريتاج راح تشارك؟ هي. تمام. الو. اهلا ريتاج، خبريني شو الجواب؟ الدراجة الهوائية. متأكدة صح؟ صح. شو؟ شكرا لكم. اوكي، في حد راح يشارك؟ ريماس. ريماس. تمام. رناد وريتاج وريماس، كثير حلوين اسماءكم. ريماس. الو. الدراجة الهوائية. اكيد. ايه. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة. يا صديقاتي تقدر تكون نجمات الاسبوع من بين الرابحين. اتصال جديد ونقول الو. الو الو. اهلا اهلا سارة ولا آمنة؟ سارة. سارة، خبريني شو جوابك؟ الدراجة الهوائية. قولي لي انك بتعرفي تسوقيها؟ لا. ليش؟ لازم تتدربي. ما عليها. كثير حلوة، لازم تتدربي عليها. مين طبعا. كمان من الأصدقاء راح يشارك كمان شلة؟ أوكي. يلا. موزة. إيه. خبريني شو جوابك؟ دراجة هوائية. هوائية. شكراً إلك موزة، مين كمان؟ آمنة. يلا تمام. الدراجة الهوائية. أوكي شكراً. يلا مين كمان؟ نعم. شو هي الجائزة؟ الجائزة كمبيوتر ماك برو. للأسف صديقتي أنا ما رح لحق أخذ إجابات كل الشلة، انتهى الوقت. قلت لكم لازم تكونوا أول المشاركين لحتى أقدر أخذ كل إجاباتكم. شكرا للي شاركونا أصدقائي، للأسف انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ماذا تسمى المركبة التي تعمل من خلال دفع الدواسات؟ والجواب أكيد صح، الدراجة الهوائية. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. للأسف هون بيخلص مشوارنا معكم لليوم. لا تنسوا أصدقائي تشوفونا نهار الثلاثاء بنفس الموعد على قناة الفجيرة. أنا وريمبو بنحبكم كتير، هلأ صار وقت لكم. باي باي. Thank you.